جائزة البركة لأحسن عمل إعلامي لخدمة القضية الفلسطينية في طبعتها الثانية، لكل مهتم بالقضية الفلسطينية ومقدسات الأمة تاريخاً وحاضراً. هذه فرصتك. تهتم الجائزة في هذه الطبعة بالتقارير التلفزيونية، الأفلام الوثائقية، الأعمال الإبداعية الخادمة لفلسطين. تتمحور الأعمال حول ملف التطبيع، والقاسم المشترك بين الأعمال الإبداع في تناول القضية من هذه الزوايا. جوائز مالية قيمة في انتظاركم، ودروع البركة تمنح لكم. تمنح الجوائز للأعمال الثلاثة الأولى والتي تتميز بالاحترافية، قوة الفكرة، الإبداع. لكل مشارك سواء كان فرداً أو فريقاً. وتقبل الأعمال التي بثت في وسائل الإعلام الجزائرية أو الأجنبية، كما تقبل أعمال الهواة التي لم يسبق بثها. ويشرف على تقييم الأعمال نخبة من الإعلاميين المتميزين. نجمة الإعلام سوري أبو عمامة، الإعلامي المتميز قادة بن عمار، المنتج والمخرج الوثائقي محمد والي، الممثل القدير محمد زاوي. تقيم الأعمال وفق معايير احترافية: الإبداع، الجودة، الموضوعية، التأثير. تستقبل الأعمال ابتداء من الجمعة 21 جانفي 2022 إلى غاية الاثنين 21 مارس من السنة نفسها، وذلك عبر البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الأعمال. لمزيد من المعلومات تواصلوا معنا عبر منصات التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف. كما يمكنكم زيارة مقرنا. جائزة البركة لأحسن عمل إعلامي لأجل فلسطين. كن الصوت والصورة لأجل فلسطين.